أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة التي نتابع فيها تداعيات الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مراكش في المغرب، وأدى إلى وفاة مئات الأشخاص وجرح العشرات وإلى أضرار كبيرة في المباني والبنى التحتية. بطبيعة الحال، وزارة الداخلية المغربية كانت أعلنت وفاة 296 شخصا وإصابة 135 في حصيلة أولية للزلزال، فيما أشار مسؤول مغربي إلى أن معظم الضحايا سقطوا في مناطق يصعب الوصول إليها جنوبية مراكش. تم تسجيل هزة أرضية مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 حوالي الساعة 11:11 بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر. حدد مركزها بجامعة إيغيل بإقليم الحوز، وفي حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورززات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد شملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق الغير المأهولة، وندعو بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر. الحقيقة على الساعة 11:11 بالضبط كان واحد زلزال في مدينة مراكش، وعلى ما يبدو كانت الضربة ديالو خلاص قوية جدا، حيث وصلت 6.8 على سلم ريتشر. لا كومين ديال إيغي لا بروفوندور ديالها كانت تقريبا 8 كيلومتر، وعشنا واحد اللحظات في الحقيقه صعيبه بزاف. الزلزال اللي ضرب بهذه الدرجه هكا وبهذه القوه لدرجه انه في العماره حسينا العماره مشات 3 أو 4 الخطرات، الناس بواحد راه باش خرجوا للشارع ما يمكنش يتصور. البكاء، الناس دابا ناعسه في الشوارع والناس ناعسه، ولكن ديك الدقه وهذاك الصوت الرهيب بحال الذي يزم حداك شي تران، هذا هو الاحساس اللي خلع الناس وخلع كل شيء. اذا به خرجنا انا وماذا نتمشاو شويه تنشوفوا داك الشيء كيتزعزع مع فناش اسوا. المره كتقول لي واقيلا شي كوبتر مهوده ولا، تقول لي ربما زلزال. واحد لابيريود دغيا حسينا داك الشيء الارض زعزعات، فاذا به لقيت الناس كل شيء خارجه، العلا الناس كل شيء مخلوعه، والحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. ينضم إلينا في هذه التغطية الباحث في القضايا الدولية الدكتور خالد البوهالي من المغرب من الحسيمة، وأيضا سيكون معنا الدكتور علي حيدر أستاذ الجيوفيزياء في الجامعة الأمريكية من العاصمة اللبنانية بيروت. أرحب بكما، وأبدأ معك دكتور خالد. يعني الرحمة للضحايا الشهداء والأمنيات بالسلامة العاجلة للمصابين والجرحى والدعوات بسرعة انتشال العالقين تحت ركام. لا شك أنه وبطبيعة الحال الآن تقريبا الساعة 6 صباحا في توقيت المغرب، لا تزال الساعات الأولى من هذا اليوم مع ما خرج به هذا الزلزال والهزات الارتدادية ما بعده بعدد الضحايا 293 ضحية حتى الآن و194 مصابا منتشرين في المستشفيات بإصابات متفاوتة. بعدها ساعات 7 تقريبا على هذا الزلزال، كيف يبدو المشهد لديكم وما الذي يمكن قوله في بداية هذا اليوم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا على هذه الاستضافة، وتحية كذلك إلى ضيفكم الكريم. في المغرب منذ الزلزال الأكبر الذي وقع مع تقريبا في الستينيات او بدايه الستينيات من القرن الماضي، هذه اول مره يشهد المغرب هذا الزلزال العنيف الذي اودى بحياه العديد من الضحايا الابرياء وكذلك العديد من الجرحى. ولكن الحمد لله يعني الذي وصلت الى هذا الحد، لانه لو انه كانت هناك هزات ارتداديه هنا وهناك تضاعفت فكان المشكل سيكون كبيرا وضخما. اللافت للنظر ان هذا الزلزال وقع في مناطق الجنوب، يعني لاول مره يعني
في نواحي جهة مراكش الحوز، مدن تارودانت وتيزنيت وأزيلال وغيرهما. ولكن دون أن ننسى المدن الأخرى، يعني حتى هنا بالقرب مني هنا مدينة تازا وفاس ومكناس، وكذلك مدينة ناظور اللي تبعد عن مدينة الحسيمة حوالي 136 كيلومتر، هي أيضا حسب ما ورد ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن حتى مدينة ناظور يعني أصيبت أصابها الزلزال. وكذلك يعني هذا كل شيء في هذه اللحظة. المشهد يعني يبدو محزنا وحزينا، تعازينا إلى الضحايا وإلى أسرهم، ورحم الله من توفي وشفى الله من أصيب من جرح. بطبيعة الحال سنكون معك أكثر في شرح لواقع استجابة المغرب رسميا حكوميا على المستوى الشعبي، على المستوى المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تعاون مشترك لاستيعاب صدمة الزلزال وما تلاه. دكتور علي حيدر، أجدد الترحيب بك لأسألك بداية، يعني كان هناك أكثر من تحذير على ما يبدو بأنه الخريطة التكتونية لهذه المنطقة التي تنتمي إليها المغرب، ولربما هناك أيضا بعض التحذيرات بحق إسبانيا أيضا بأنه هناك تحركات معينة في جوف الأرض قد ينتج عنها هكذا نوع من الزلازل وهكذا حصل. نفهم منك أكثر طبيعة المنطقة، طبيعة التحركات التكتونية التي حصلت، وتاليا يعني نفهم منك أكثر عن طبيعة وتوقيت هذا الزلزال، وهل من رابط ما بين ما حصل في الزلزال فالق الأناضول قبل نحو 6 أشهر من الآن؟ صباح الخير، أهلا بكم وأهلا بضيفكم الكريم. أهلا. بالمرحلة الأولى، التحذيرات المسبقة لا مجال لهذا الكلام، لا يمكن أن نعلم بالزلزال قبل حدوثه، وخاصة هذا الزلزال لم نكن نعلم أي شيء قبل حدوثه، وبالتالي أي التحذيرات لم يكن لها أي قيمة بهذا المعنى. أما عن طبيعة المنطقة، المغرب بشكل عام والجزائر والمناطق المجاورة تاريخيا عبر الأزمنة الجيولوجية القديمة هي نتيجة اصطدام القارة الأفريقية بالقارة الأوروبية والآسيوية، يعني بالمنطقة الأوروبية والآسيوية. يعني هذا الاصطدام بدأت عملية حصوله ما بعد العصر الطباشيري. العصر الطباشيري انتهى منذ 65 مليون سنة، أي بعد ذلك بدأت عملية الاصطدام هذه، ونتج عن هذا الاصطدام سلسلة جبال أطلس الموجودة في المغرب. طبعا أثار هذا الاصطدام من حيث قوة إنتاج هذا الاصطدام هزات أرضية هي أقوى في الجزائر منها في المغرب. يعني إذا كان بدنا نحكي عن توقعات بالمعنى العام للكلمة، وأنا حتى هذا أرفضه، ولكن كان مفترض أنه نتوقع أن تحصل في الجزائر أكثر مما تحصل في المغرب، لأن النشاط الزلزالي في المغرب في جبال أطلس هو أقل مفترض مما يفترض أن يكون في الجزائر. هذا الرؤية العامة. درجة الحركة في جبال أطلس، يعني طبعا عندما تصطدم أفريقيا بأوروبا وآسيا هنالك حركة، القارة تتحرك. هذه الحركة هي عادة كمعدة العام وليس اليوم هي 5 مليمترات في السنة، واتجاه هذه الجبال، جبال الأطلس التي طبعا ممكن أن نقسمها إلى الأطلس الغربي والمتوسط والشرقي، هذا الاتجاه هو هو شرق شمال شرق إلى غرب جنوب غرب. يعني تقريبا لمن ينظر إلى الخريطة هي خط ليس يذهب من الشمال إلى الجنوب من الأعلى إلى الأسفل، وإنما بالعكس تماما، يعني من الشرق إلى الغرب تقريبا. إذن هنالك قوة أكثر في الجزائر، السبب ناتج عن اصطدام أفريقيا بأوروبا وآسيا، ولكن يعني في المكان نفسه وليس على قياس كل أفريقيا. طبيعة الحركة هي تماسية، يعني هي ليست فقط اصطدام، وإنما واحدة تتجه مجاورة الأخرى بدلا من أن تكون مصطدمة فيها، وهذا ما نلاحظه في الرسوبيات التابعة للعصر الجيولوجي الرابع، يعني الرسوبيات الحديثة النهرية وغيرها.
هذا ما نشاهده، يعني نرى أن هنالك انكسارات في هذه الرسوبيات. بشكل عام نستطيع أن نقول أن هذه المنطقة تعرضت لزلازل في السابق، يعني كان هنالك هزة بقوة 6 درجات بأغادير يعني إلى الغرب من الهزة الحالية، من الزلزال الحالي، وذلك كان عام 1960، ونتج عن ذلك 13,000 قتيل. نحن نتكلم اليوم عن هزة بحسب اليو اس جي اس المركز الأمريكي لرصد الهزات، نتكلم عن قوة 6.8، يعني أقرب أن تكون 7، بينما هزة أغادير كانت بقوة 6، يعني هزة أغادير كانت أقل قوة من هذه، ومع ذلك بأغادير كان هنالك 13,000 قتيل. إذن الأرقام التي نراها الآن على وسائل التواصل وعلى شاشتكم الكريمة بعدد الضحايا، للأسف هذا العدد مرجح إلى الارتفاع وبقوة، ولكن حتى من وجهة نظر إدارة الكوارث عادة الدولة لا تعطي الأرقام النهائية أو الأرقام القوية حتى لا تثير الزعر بين الناس. إذن كان هنالك هزة أغادير عام 1960 ونتج عنها 13,000 ضحية، وكان هنالك هزات أخرى بقوة 5 في ريساني 1992 وفي كيروشين سنة 1950. إذن المنطقة معرضة، ولكن هذا لا يعني أننا كنا نتوقع هذا الزلزال بهذا التاريخ وهذه المنطقة. طب دكتور، أما وقد حصل الزلزال، هل يمكن وفق المراكز العلمية المعنية دراسة المسببات، أم أن ذلك خارج قيد الدرس؟ المسببات على القياس الكبير هو اقتراب أفريقيا من أوروبا وآسيا. على المستوى المحلي هنالك دور للطبقات الملحية الموجودة في جوف الأرض، هنالك منشورات علمية حديثة، أنا أتكلم عن 2007 و 2017، تتكلم أن هنالك على مستوى سلسلة جبال أطلس هنالك طبقات بجوف الأرض ملحية، ومن خصائص الملح أنه عندما يغرق في جوف الأرض إلى مستوى معين، مثلا تحت 800 متر، يصبح متحركا، لأن كثافة الملح في هذا العمق تصبح أقل من كثافة الصخور التي حولها. ببعض الأماكن حيث هنالك شقوق فوق الملح يبدأ الملح بالتحرك صعودا، يعني وكأننا نتخيل أن هنالك بتعبير مجازي مثل الماء الذي يغلي، نرى الفقاعات الماء الهوائية داخل الماء الذي يغلي تذهب صعودا تقريبا بالتعبير المجازي نفسه، ولكن بدلا أن تكون فقاعات هوائية وحولها ماء، هنالك فقاعات ملحية وحولها صخور. بهذا المعنى إذن هنالك دور للطبقات الملحية الموجودة في جوف الأرض، وحتى أن الحركة هي ليست فقط منذ 65 مليون سنة إلى اليوم، هنالك تركيز في الحركة بعصر المايوسين، يعني بالمرحلة الزمنية من عمر الأرض التي هي بين 23 مليون سنة إلى الوراء و 2.6 مليون سنة إلى الوراء، وحركة المايوسين التابعة لهذه الفترة الزمنية هي ترستينج، يعني نتخيل أن هنالك اصطدام بين صخرتين وواحدة من هاتين الصخرتين تنزلق فوق الأخرى. هذه طبيعة الحركة الجيولوجية، طبعا ليس فقط بالمايوسين، أيضا بالمراحل اللاحقة، يعني حتى بين 2.6 مليون سنة إلى الوراء إلى اليوم هنالك أيضا حركات أخرى لها علاقة. سنتوسع دكتور أكثر فيما تتفضل به في سياق هذه التغطية معك. أعود إليك دكتور خالد، يعني كيف تسير عجلة عمليات الإغاثة ورفع الركام؟ المنطقة المصابة بطبيعة الحال كما بتنا نعرف هي منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، وبالتالي كان هناك طوال فترة المساء صعوبات في وصول الأجهزة الطبية، أجهزة المساعدة في رفع الركام وأجهزة الدفاع المدني، وبالتالي كان هناك تعاون ما بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية وحتى الشعبية. نعم، السلطات المغربية يعني تقوم بمجهودات الآن لإنقاذ الضحايا،
بالنسبة للمناطق الجبلية، هي طبعا هي يصعب إنقاذ، يعني القيام بعمليات الإنقاذ هنا في الجبال، لأن أغلبية جبال الأطلس فهي جبال، يعني أو جبال متواجدة في الجنوب المغربي، يعني هي جبال يعني صعب، من الصعب أن تصل إليها فرق الإنقاذ. أما على صعيد المدن فممكن أن بسهولة بمكان أن تقوم السلطات المغربية بالقيام بعمليات الإنقاذ، وكذلك بحملة يعني تحسيسية وتوعوية للساكنة لأخذ الحيطة والحذر من أي هزات ارتدادية. كذلك هناك أيضا حملة كذلك ودعوة من وزارة الداخلية والسلطات المغربية للمواطنين للتبرع بالدم لفائدة هؤلاء الضحايا. على العموم بشكل عام السلطات المغربية يعني تقوم بمجهوداتها، وبالتالي كذلك هي أعطت تعليمات، كذلك حسب ما قرأنا أن أعطت تعليمات للسلطات المحلية يعني في كل المدن بتتبع وتقييم ما الزلزال. هل تم وضع خطة طوارئ حكومية استجابة لتداعيات هذا الزلزال؟ نعم، لحدود الساعة يعني هناك تدخل للسلطات، هناك وضع كما أشرت قبل ذلك، السلطات المغربية يعني قامت الآن بوضع خطط وتقييم حصيلة الزلزال وكذلك تتبعها، يعني حتى لا تكون هناك يعني قد هناك يعني مضاعفات أو نتائج أو عواقب أخرى قد تنتج عن هزات ارتدادية أخرى. طب هل اليوم الأجهزة الطبية واللوجستية قادرة على تغطية وتداعيات الزلزال والاستجابة لما حدث، أم أنها تحتاج إلى مساعدة من الدول الجارة في ذلك؟ في هذه اللحظة ربما الأمور ما زالت تحت السيطرة حسب، ولكن ربما في الساعات القادمة إذا كانت هناك ارتفاع لعدد الضحايا فأظن أن ربما ستكون هناك تدخلات خارجية، يعني بإرسال فرق طبية وفرق إنقاذ للمساعدة في هذا المصاب، في هذه المصاب الجلل الذي أصاب المغرب. طبيعة الحال كان المغاربة في الدار البيضاء قضوا ليلتهم في العراء خوفا من هزات ارتدادية، فأبدوا خشيتهم من العودة إلى منازلهم بسبب التصدعات الناجمة عن الزلازل أو الزلزال العنيف الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في البلاد. قبل أن أعود إليك دكتور علي، لو تسمح لي أسأل دكتور خالد حول فتح مراكز إيواء للعوائل المشردة، هل من خطة لاستيعابهم؟ لأنه بطبيعة الحال كما وردت المشاهد كان هناك العديد من العوائل الذين افترشوا أرض الشوارع في العراء بالساعات الأولى بعد الزلزال. نعم، بالنسبة للدار البيضاء فأنا قبل قليل كنت اتصلت بوالدتي، فهم عادوا إلى المنازل في المنطقة التي تعيش بها، عادت الناس إلى منازلها، ويعني لم يكن هناك يعني مراكز إيواء، يعني لأن مدن الدار البيضاء بالضبط لم يكن الزلزال بذلك الحدة وبذلك القوة التي تجعل يعني أن يقام يعني مراكز إيواء أو شيء من هذا القبيل. أعود إليك يا دكتور علي حيدر، يعني بطبيعة الحال كان المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب قال أنه الزلزال وقع في تمام 11 من مساء الجمعة بتوقيت المغرب، وأنه مركز الزلزال كان في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش على عمق 8 كيلومتر، وأنه الزلازل التي وقعت سابقا كانت لا تزيد قوتها على 3 أو 4 درجات، ويكون مركزها عادة في عمق البحر ولا يشعر بها سكان المناطق الساحلية. عن أي تغير اليوم في المعطى التكتوني نتحدث، وهل من مخاطر؟ كنت حضرتك أشرت أنه لا تنبؤات في ذلك، لكن بحسب المعطيات أو الأرقام التي تقرأ من خلال هذا الزلزال، هل من مخاطر على محيط هذه المنطقة سواء داخل جغرافيا المغرب أو في الجوار؟ المنطقة التي حصل فيها زلزال هي تماما على سلسلة جبال أطلس. سلسلة جبال أطلس كما قلت سابقا نقسمها إلى 3 أقسام، الجزء الغربي، الجزء الأوسط،
والجزء الشرقي. المكان الذي حصل فيه الزلزال هو أقرب إلى الجزء الأوسط والجزء المرتفع من هذه السلسلة، والمناطق التي تعرضت للاهتزاز يعني ناتجا عن هذا الاهتزاز يكون هنالك ضرر أحيانا، تمتد إلى مراكش وشمالا، لأن مراكش هي إلى الشمال من المنطقة التي حصل فيها الزلزال، ولكن أيضا تمتد جنوبا إلى منطقة توران دانت، ولكن أبعد من ذلك يكون الاهتزاز أقل، أي مستويات الضرر في المباني وغيرها تكون غير قوية. يعني إذا ذهبنا إلى الشمال من مراكش يكون هنالك نسبة الاهتزاز أقل، وبالتالي لا نتوقع أن يكون قد حصلت أضرار في هذه المناطق. هذا من حيث مناطق الضرر. من حيث المعطيات، المعهد الأمريكي USGS United States Geological Survey أعطى قوة 6.8 لهذه الهزة، وأعطاها عمق 18.5 كيلومتر، وهذه حصلت عندما نقول بالسلسلة الوسطى من جبال الأطلس أي أنها حصلت في البر. هل صحيح أنه الزلازل كان يجب دائما أن تحصل في المغرب بالبحر وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها بالبر؟ طبعا غير صحيح، هنالك مجموعة من الزلازل حصلت في البر، ومنها ما ذكرناه سابقا، ومنها أيضا هزات أخرى بمنطقة ميدلت وكان تأثير كبير. إذن غير صحيح أن الزلازل في المغرب كان يجب أن تحصل في البحر. ولو أن الاصطدام يعني كان هنالك بنهاية العصر الميوسين، ما يسمى الميوسين يعني تقريبا بين 5.75 مليون سنة إلى الوراء، اصطدم المغرب بإسبانيا، يعني تم إغلاق مضيق جبل طارق، ولو بشكل عال، مش ضروري آخر نقطة مياه أن تمتنع عن المرور، ولكن بشكل كبير جدا، وهذا ما حول البحر المتوسط إلى شبه صحراء، يعني جفت مياه البحر المتوسط بنسبة هائلة جدا، وتم بناء على هذا العمل ترسيب طبقات ملحية بجوف البحر المتوسط. هذه الطبقات الملحية تمتد حتى وصولا إلى لبنان وسوريا، يعني في بعض الأماكن في سوريا تم حفر أبار، وتم وجدنا بهذه الأبار طبقات ملحية ناتجة عن هذه العملية، يعني نهاية الميوسين يعني الميوسينيان. إذن وهذا ناتج، يعني الصخور التي نراها في سوريا بشرق البحر المتوسط ناتجة عن حركة حصلت في المغرب، يعني اصطدام المغرب بإسبانيا، ونحن نتكلم عن غرب المتوسط، نحن نتكلم على طول البحر المتوسط. يعني العمليات الجيولوجية التكتونية التي تحصل لا تؤثر فقط في المكان الذي تحصل به، وإنما تؤثر في مسافات هائلة، إذا تخيلنا كيف كانت بنية الكرة الأرضية بالأزمنة الجيولوجية القديمة. طب دكتور، يعني اليوم يتم الحديث عن اصطفاف الكواكب أو تعامدها علاقة بالمتغيرات المناخية، إلى أي مدى تصح هذه المعطيات؟ لا يجوز الكلام عن هذا الموضوع. في حال بلغنا بالكلام عن هذا الموضوع نستطيع أن نقول أن هذا التأثير هو على شكل موجة، ولكن هل نصل لمرحلة أن هذه الموجة يمكنها أن تتسبب بهزات أرضية؟ طبعا لا يمكن القول بهذا الموضوع. اسمح لي أرحب بالصحفي نور الدين بازين، موجود حاليا في مراكش. بعد التحية سيد نور الدين، تعازينا لأرواح الشهداء وأمنيتنا بالسلامة العاجلة للمصابين، دعواتنا بسرعة انتشال العالقين تحت الركام. لو تعاين لنا مشاهداتك انطلاقا مما شاهدته بأم العين من خلال جولتك ورصدك للميدان. صباح الخير. أهلا بك. في قناة ميادين، يعني كما تعلمون ويعلم الجميع ويعلم العالم بأن هذه الهزة الأرضية أو الزلزال الذي ضرب المغرب ومن خلاله مراكش كمركز، يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا، لأننا لسنا متعودين على هزات الأرضية أو الزلازل. المغرب لم يتعود، وهو أرض يعني لا تعرف زلازل مثل نيوزيلندا أو اليابان. ففي طبيعة الحال كان هناك ارتباك وهناك فوضى داخل الشارع، خصوصا في الشارع المراكشي.
كمركز للزلزال الذي ضرب المغرب. هناك الحوز، يعني منطقة الحوز، يعني منطقة تعرف بتباريتها الوعرة، وقد هناك ضحايا بعدد كبير في هذه المنطقة، خصوصا منطقة مولاي إبراهيم. هذه منطقة تعرف بتباريتها الوعرة، وتوجد بقرب من جبال أوريكا وجبال أوكيندن. أيضا هذا الامتداد للهزة التي ضربت مراكش، كان الامتداد في المدينة الصغيرة الساحلية، وأيضا تارودانت ودمنات وتارودانت، يعني هذه المدن مجاورة وقريبة من مدينة مراكش ومنطقة الحوز. يعني كان وخصوصا منطقة ورزازات أيضا هي منطقة تعرف بتدارسها الوعرة، وكانت هناك ضحايا فيها. كما تابعتم بلاغ وزارة الداخلية، بلاغ عدد الضحايا 196 ضحية، إضافة إلى مئات من الجرحى، والحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة. طيب يعني كيف تسير عملية الإغاثة ورفع الركام؟ بطبيعة الحال كما ذكرت المنطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، كان هناك انتظار لوصول الآليات الثقيلة الخاصة برفع هذا النوع من الأنقاض، وهل جرى فتح مراكز إيواء للعوائل المشردة؟ كما قلت قبل قليل بأن لسنا متعودين على الزلازل، ولسنا لنا خطة ولسنا استراتيجية أو عمل، كما هي بلدان أخرى متعودة على كل أن كل أسبوع يضربها زلزال. إحنا بعد 120 سنة أول زلزال يضرب المغرب، يعني بعد زلزال أكادير، أو أنا أقول يعني زلزال قوي بهذه القوة وبهذه الهزة الأرضية. نعم. يعني لو ضرب هذا الزلزال مدينة مثل الخشيمة كانت ستكون ركاما، ولكن مراكش ربما هي لها تدارسها الخاصة، أرضيتها صلبة، يعني تحملت قوة هذه الضربة. وهناك من يقول، خبراء يقولون بأن عمق الهزة التي بلغ في عمق الأرض 10 كيلومترات هو الذي حال دون وقوع كارثة كبيرة. لو كان من عمق 6 كيلومترات في عمق الأرض لكانت كارثة كبيرة. لعل المباني التي تضررت أكثر هي تلك المباني القديمة المصنفة تراثية. صحيح. أما المباني الأخرى التي صمدت وبطبيعة الحال كما سبق وذكرت، لأن هي مباني حديثة. ولكن المدينة القديمة يعني هناك استنفار أمني، استنفار على مستوى الأطقم الطبية، استنفار على مستوى السلطات المحلية، المواطنين أيضا، المجتمع المدني. ورغم أن المدينة القديمة زقة ضيقة يصعب للسيارة الإسعاف والرجال المطافي أنهم يدخلون، ولكن هناك مواطنون وهناك رجال مطافي وهناك سلطات حاولت أن الآن إلى حدود الآن تبحث عن الناجين في تحت الأنقاض. رغم أن مدينة مراكش تعرف خصوصا المدينة القديمة داخل السور، بمسمى داخل السور، ورغم أن السور تم انهياره أيضا، داخل السور هي مدينة مباني هشة، يعني هي قابلة للانهيار. طيب هل وصلت طلائع الفرق الفنية المختصة بانتشال العالقين ورفع الركام؟ لأنه بطبيعة الحال صعوبة وعورة المنطقة كانت حالت في الساعات الأولى دون وصولهم بسهولة. بالفعل كما تعلم بأن الزلزال ضرب ليلا، يعني الليل تعرف بأنه ليس له عيون، ولكن رغم ذلك كانت هناك مجهودات أقول يعني فيها متوسطة أو شيئا ما متوسطة، حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا بمنطقة الحوز وأيضا بمنطقة داخل المدينة، داخل نعم. مدينة مراكش. نعم. يعني الآن ربما ستبدأ عملية الإنقاذ وعملية البحث عن
الناجين، ربما هناك ناجين، انا اعتقد هناك ناجين كثير، لانني لدي معطيات كثيره بان هناك ناجين ينادون بهواتفهم النقاله حول انهم موجودون هنا او هناك. طب بحسب عوائل بحسب الاحاطه الاولى الرسميه لهذا الزلزال وتداعياته، هل المغرب لديه اليوم كامل القدرات اللوجستيه والطبيه لتغطيه تداعيات هذا الزلزال، ام انها قد تلجا الى المساعدات من دول الجوار؟ لا اعتقد انهم سيلجؤون الى المساعده او نداء الى الدول الاخرى، ولكن هناك بنيه تحتيه في المغرب جيده ستقوم بعملها، وايضا هناك مجتمع مدني قوي هو الذي سيقوم بجانب بمصاحبه السلطات ورجال الاطفاء وايضا الدرك الملكي، انهم والسلطات والقوات المساعده والامن الوطني سيقومون بعملهم، لان الوضع الان متحكم فيه، لان الوضع متحكم فيه، لان ثلاثه دقائق هزه ارضيه او زلزال ربما ليس بكبير، يعني ثلاثه دقائق ليس بكثير، واعتقد بان الوضع متحكم فيه الان، انا استبعد كرأي شخصي، انا استبعد انهم أن السلطات أو الحكومة المغربية أو الدولة المغربية أنها ستلجأ إلى مساعدة خارجية. طب في سؤال أخير لحضرتك، انطلاقا من ما تفضلت به حول مشاركات الفرق الأهلية والدعوات الشعبية للمؤازرة في رفع الركام، في المساعدة في مراكز إيواء، للمساعدة في انتشال المزيد من الضحايا أو العالقين تحت الركام، هل انطلقت حملات شعبية ودعوات في هذا الإطار؟ انطلقت منذ بدايه الزلزال، انطلقت الزلزال، وهناك نداء من اجل يعني دعم تحقن الدم، يعني التبرع بالدم للمصابين الذين عجت بهم المستشفيات الان، وهناك استنفار، اقول بكل صدق بان هناك الكل على قدم وساق من أجل أن التدارك والتضامن، ومن أجل مرور هذه المحنة التي أصابتنا وأصابت ربما المجتمع ككل، كمفاجأة لنا وكمفاجأة للمجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك الصحفي نور الدين بازين، شاركتنا من مراكش، ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام نتابع هذه الشهادات الحية التي تأتينا من الدار البيضاء. شوية أنا جالس السطح، جالس كنشم الهواء شوية، كنسمع ديك الزز، توقيلا انا شي حاجه حدايا، واحد الوقيته كنقول لا داكشي غادي وكيتجهد، الوقيته كنسمع واحد الزنقه عندنا في الدار كدير زز، شي مش طلع وماشي هو، واحد الوقيته كنسمع صداع، قلت لخوتي الزلزال هذا نزلوا بشويه، نزلنا هنا حتى كتشوف الناس كلشي مساكن، ناس كبار ناس صغار، اخوتي في الطوموبيل ديالهم هنا باركين، شي في الدار، شي هنايا، شي بغى يبقى، شي ما بغاش يبقى، وهادي هي سنة الحياة. واحد الدار مشات وجات، واحد الضربة واعرة، بنادم كلشي تخلع، أنا قلت ما فهمت والو، ما تا الجيران طلعوا قالوا لي راه تنسب عير الدار بوحدها، وقيلا راه هي اللي سمعت الغوات، كلشي خرج، الحومة عمرات، العيالات تيغوتوا، هادشي هو اللي طرا فدا الزلزال. أو بنادم دابا باقيين خارجين بديك الخلعة ديال ديك الضربة الأخرى، أما الأولى ما بانتش، قال لوبا ما هي شي حاجة، ولكن الضربة الأخرى بنادم دابا باقي مخلوع، ما قدرش يطلع لدارو، حيت ضربت واحد الضربة وقيلة ربما تل سبعة كاع، ماشي ساهلة. وبطبيعة الحال كما تابعنا مع هذه الشهادات الحية للناجين والذين فقدوا منازلهم وبالتالي افترشوا الشوارع ليلا بانتظار إيوائهم في مراكز منظمة من قبل الجمعيات الأهلية، يعني أعود إليك دكتور علي حيدر أستاذ الجيوفيزياء في الجامعة الأمريكية تشاركنا من بيروت، لأسألك يعني عن واقع فالق البحر المتوسط اليوم، هل من معطيات حوله سيما وأنه هذا الزلزال يقع عند ناحية المغرب بعد 6 أشهر تقريبا من الزلزال القوي الذي ضرب تركيا ربطا بسوريا ووصلت ارتداداته إلى لبنان وفلسطين؟
بالحقيقة هل نستطيع أن نقول أنه بما أنه حصل زلزال في تركيا منذ عدة أشهر إذن كان متوقع أن يحصل هذا الزلزال في المغرب؟ أكيد غير صحيح. وهل صحيح أن هذا هو الفالق نفسه الذي يمر بتركيا يمر بالمغرب؟ أيضا غير صحيح. ولكن هنالك على مستوى كبير، يعني بدلا من أن ننظر محليا، إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية من بعيد لنرى الرؤية الواسعة، هنالك سلاسل جبلية وامتدادات لها حصلت في الزمن الجيولوجي القديم بمراحل معينة وسلاسل بمراحل أخرى. إذا تكلمنا عن سلسلة جبال أطلس في المغرب، هي بالحقيقة ضمن ما يسمى بسلسلة جبال الألب. هذا لا يعني أن هذا الفالق يمتد إلى جبال الألب، ولكن عملية اصطدام أفريقيا بأوروبا وآسيا والتي نتج عنها سلسلة جبال الألب أيضا نتج عنها سلسلة جبال أطلس في المغرب. إذا بهذا المعنى نظرنا إلى الأمور وليس امتداد الفالق نفسه، بطبيعة الحال هذا يتبع لذلك، يعني سلسلة جبال الألب تتضمن ما يحصل في تركيا وتتضمن ما يحصل بأطلس، ولكن هذا لا يعني، أكرر، أنه بناء على هذا حصل ذلك الزلزال. طيب. عودة إليك دكتور خالد البوهالي، والسؤال يعني حول جاهزية القطاع الطبي والقطاع اللوجستي بطبيعة الحال، من دفاع مدني، من جهاز الإطفاء والأجهزة المرتبطة بذلك للاستجابة واستيعاب الحالات التي قد تنجم عن هذا الزلزال، كيف تبدو عليه الصورة؟ يعني السلطات المغربية الآن مجندة بكاملها الآن، وربما قد يتم استخدام ربما قوى أخرى من الوقاية المدنية وكذلك وقوات الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ التي يعني في المناطق التي تضررت من جراء الزلزال. يعني المغرب يعني له من الإمكانيات يعني حاليا يعني في على ضوء هذه الحصيلة يمكن بما يمتلكه من إمكانيات أن يقوم بعمليات الإنقاذ والإغاثة ويعني في 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 أحسن الظروف. اللهم كما قلت سابقا إذا كان هناك ارتفاع كبير في عدد الضحايا كما حصل في العديد من البلدان، العدد يعني بحسب التلفزيون الرسمي المغربي ارتفع إلى 632 قتيلا وإصابة 329 آخرين، وهي حصيلة ربما قد تكون مرشحة للارتفاع، وربما في هذه الحالة يمكن أن يطلب المغرب أو تطلب الدول الأخرى من المغرب أن تساعد في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية اللازمة للضحايا. على شكل فتح جسر جوي أو جسر بري لنقل المعدات اللوجستية والأدوات الطبية في حال كان هناك أي لوائح بالنواقص بحسب ما قد يصدر عن وزارة الصحة المغربية. أرحب بك الناشط عبد العالي الرامي، تشاركنا من الرباط. بعد الترحيب بك لأسألك عن العمل الأهلي وسرعة الاستجابة من قبل الجمعيات والمنظمات المعنية بهذا الموضوع كاستجابة أولية لتداعيات هذا الزلزال. اولا نقدم تعازينا لضحايانا، وايضا للاسف هذه الفاجعه كان لها اثر يدمي القلب لجميع المغاربه، لان فاجعه جاءت يعني في يعني فاجات الجميع، قدر الله ما شاء فعل، كما شاهدنا من خلال مجموعه من الاشرطه والفيديوهات ومن خلال مجموعه من النداءات كان هناك عمل ميداني سريع من طرف المواطنين والفعاليات المدنيه، وايضا كان تفاعل هام ومهم من طرف الوقايه المدنيه والسلطات المحليه حسب الامكانيات المتاحه. وكما تعرفون ان مجموعه من المناطق بخصوص منطقة الحوز التي عرفت هزة يعني حوالي 7 يعني كما قال يعني المختصين أنها أعنف
هزة أرضية عرفتها عرفها المغرب. هذه بلا شك أن هذه الهزة يعني كحسب الآن تقارير أنها وصلت 632 قتيلا وإصابة 329. إذن أمر وممكن أنه يكون أكثر لا قدر الله. إذن على حسب علمنا في حين يعني تحركت السلطات الحكومية والأمنية والعسكرية والصحية يعني الجميع تعبأ وأيضا فعاليات المجتمع المدني تعبأوا بشكل كامل من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال وكما تعرفون أن الكل تعبأ وكان يعني في قلب واحد ويد واحد من أجل مساعدة على حسب الاستطاعة. وأنه كما تعرفون أن هذا الزلزال جاء مفاجئا بالليل يعني حوالي 11 ليلا يعني الأمر ليس باليسر يعني تدخل يعني تعبئة جميع المصالح من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني على حسب معلوماتنا أنها تم تحرك القوات المسلحة الملكية والأمنية والوقاية المدنية بمختلف تجهيزاتها البرية والجوية قصد تقديم المساعدة للمتضررين في هذه المناطق الوعرة والجبلية. وأيضا كنعرف أن جميع العمالات بالمغرب تعبأت من أجل يعني أولا خلق لجن محلية من أجل تقصي ومن أجل رصد يعني ما يمكن يعني رصد الخسائر التي ممكن في البشرية وفي الممتلكات. وايضا من اجل تهدئه وخلق يعني جو ديال الطمانينه. وايضا من خلال يعني التضامن ابانت الساكنه وابان المواطنون المغاربه عن درجه كبيره من التضامن لتقديم المساعده والمساهمه في الجهود المبذوله الى انقاذ الارواح البشريه. وأيضا شاهدنا أن هناك مؤسسات صحية قامت بالدور دورها وأيضا مستشفى الجامعي لمدينة مراكش تم إخراج المرضى إلى خارج حفاظا على سلامتهم ويعني هناك عمل جبار من جميع الجل وكل تجند من أجل حمايته. أيضا كما تابعنا أن التلفزيون المغربي الرسمي يقوم بعملية بث يعني مباشر للتحركات وايضا يستضيف بعض الخبراء من اجل يعني خلق جو من الطمانينه في قلوب. هذا ما اريد ان نسال عنه، هل من نشرات توعيه، هل من معطيات او معلومات وبيانات تنشر بين المواطنين لتجنيبهم اي مخاطر، سيما وان هناك مخاوف بعد من هزات ارتداديه اخرى؟ نعم يعني تم من خلال المجتمع المدني من خلال المواطنين من خلال الخبرة أنه بخصوص المواطنين الذين يقطنون في العمارات والأماكن العالية تم خروجهم من المنازل وتم يعني أنهم ذهبوا إلى الحدائق العمومية إلى بجوار البحر يعني في فضاءات ساحة مثلا مدينة الرباط في ساحة باب الحد ساحة محمد الخامس يعني منطقة مثلا يعقوب منصور منطقة يعني ساحة المنال يعني بحثوا على الساحات الواسعة أو الكبيرة من أجل حتى يعني كان خوفا من ارتدادات الهزات الأرضية. ولكن الحمد لله أن بعد نشر توعية من خلال مجموعة من وسائل الإعلام وأيضا من التواصل وأيضا كانت مناسبة من أجل محاربة مجموعة من الشائعات التي كانت يتم نشرها. وأيضا الشيء الإيجابي هو تفاعل وزارة الداخلية من خلال خروج ممثلها من أجل إعطاء المعطيات وإعطاء الأرقام الحقيقية لوقف أي ممكن من يستغلون كما تعرفون أن هناك من يقسم تجار الأزمات من يريدون نشر الرعب ونشر الخوف في قلوب المواطنين. ولكن الحمد لله كانت يقظة جماعية وكان هناك عمل يعني المواطن أطر نفسه بنفسه أولا وأيضا الكل قام بدوره على حسب استطاعته.
والحمد لله أن الوعي الجماعي وكان له الفضل بخصوص الآن مرفقا برقابة حكومية من الأجهزة المعنية درءا لأي يعني استثمار في هذه الأزمة. نعم، وايضا كما تعرفون ان المغاربه ليله بيضاء، انا نعم. يعني لم عيننا لم تدق النوم كما تعرفون ان المغاربه كلهم الان لا زنفت، هناك يقظه. وايضا لا ننسى ان هذه الهزه الارضيه سببت الرفوع في قلوب خصوص ان المرضى والعجزه وايضا الاطفال، وبخصوص اننا لم نعش هذه التجربه منذ يعني هذه الفاجعه منذ سنوات. بعض المناطق في المغرب عرفت يعني اصبحت نفسيا عندها علاقه يعني تعرف كيف نفسيا التعامل معها، مثل منطقه الحسيمه، منطقه الناظور، جنوب مراكش، اذا المناطق. ولكن هذه المره عرفت الهزه جل تقريبا جل المدن المغربيه بشمالها وجنوبها ووسطها وغربها. اذا الكل يعني الكل حس يعني وكل شعر بالرعب. كنا بعض الرباط يتضامن مع الحسيمه او يتضامن مع القنيطره او الان الكل في هم واحد، هم مشترك. ونحن بدورنا نجدد العزاء ونتمنى الرحمه، نسال الرحمه للشهداء والامنيات بالسلامه العاجله للمصابين والجرحى، والدعوات بالتوفيق لكل الاجهزه والفرق الفنيه وحتى الطبيه التي تعمل بسرعه لانتشال العالقين تحت الركام. الناشط عبد العالي الرامي حدثنا عبر الهاتف من الرباط، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور علي حيدر استنافا لما كنت تتفضل بالحديث عنه ربطا بالصفاف أو تعامد الكواكب والعلاقة بالمتغيرات المناخية. الكواكب لا تستطيع أن تتسبب بزلازل، وكل من إذا تكلمنا عن تأثير الكواكب هنالك ربما تأثير من حيث موجة الجاذبية، ولكن هذا لا يصل إلى مرحلة أن يساهم بازدياد النشاط الزلزالي ولا بأي شكل من الأشكال. هذه التأثيرات إذا أردنا أن نتكلم عليها بالكاد الآلات تستطيع أن تستشعر أو لا تستشعر هذه التأثيرات، وبالتالي التأثير من حيث الزلازل هو أمر طبعا هو أمر غير مرفوض بالنسبة لمن يريد أن يتاجر بالأزمات كما استعمل التعبير ضيفكم الكريم الآن. أما من حيث التاريخ الجيولوجي لهذه المنطقة، لأننا عندما نتكلم أن أفريقيا تصطدم بأوروبا وآسيا وقلنا أن هذا يعود إلى مرحلة ما بعد الزمن الطباشيري، يعني بالمرحلة الأخيرة يعني بعد 65 مليون سنة إلى الوراء، ربما لا يستطيع المشاهد أن يتخيل كيف كانت القارات موزعة سابقا. يعني إذا ذهبنا مثلا في الزمن الجيولوجي بعيدا أكثر من 65 مليون سنة إلى الوراء، مثلا لنذهب إلى 200 مليون سنة إلى الوراء، لم يكن هنالك المحيط الأطلسي على شكله الحالي. كانت أفريقيا ملتصقة بالقارة الأمريكية، وكان هنالك تفسخ أولي بين أفريقيا والقارة الأمريكية. وبالنسبة لزلزال المغرب، هذا التفسخ يمر بمنطقة جبال الأطلس، يعني المنطقة التي حصل فيها الزلزال هي على هذا التفسخ إذا نظرنا إلى الخارطة كما كانت منذ 200 مليون سنة. يعني كانت عملية تباعد بين أمريكا أوروبا من جهة وأفريقيا من جهة ثانية من 200 مليون سنة، ولكن من 40 مليون سنة كان هنالك عملية تقارب. إذن القارات تتحرك، شكل الخرائط يتغير، مكان القارات يتغير، وبناء عليه تحصل هذه الزلزال. وضحت الصورة. في ختام هذه الساعة دكتور خالد البوهالي، يعني أي دعوات اليوم يمكن التقدم بالنصح بها في صبيحة هذا اليوم كاستجابة وتوعية لتداعيات هذا الزلزال بكل هزاته الارتدادية والمخاطر والمخاوف التي قد تنجم عنها؟ نعم، أتمنى من عموم الشعب المغربي التكاتف والتآزر ودعم إخوانهم في باقي المدن المغربية بمدهم بكل ما يحتاجونه، وهذا ليس غريبا عن أبناء الشعب المغربي الذي عرف عنهم طبائع الكرم والمساعدة أثناء الكوارث والأزمات. ف
كذلك نتمنى كذلك من السلطات أن تعبئ المزيد من طاقاتها وإمكانياتها للتخفيف من آثار هذا الزلزال على إخواننا في باقي المدن المغربية المتضررين كثيرا والذين سيعانون طبعا حالة من تداعيات هذا الزلزال. هذا هو أملي، هذا هو الأمل الذي يعني أتمناه. وكذلك رحم الله الضحايا وشفى الله باقي الجرحى وتعازينا الحرى إلى أسرهم وعائلتهم، والشكر كل الشكر إلى قناة الميادين على هذه الاستضافة وعلى هذه التغطية الشاملة لما وقع في المغرب، وهذا ليس غريبا على هذه القناة الرائعة والجميلة التي نحبها. شكرا جزيلا لك، وبطبيعة الحال نضم صوتنا إلى صوتك ونتمنى أن يقف عداد الإصابات والضحايا الشهداء عند هذا القدر الذي بثته وزارة الداخلية ب 632 شهيدا و 329 مصابا بإصابات متفاوتة منتشرين في المستشفيات المغربية. الباحث في القضايا الدولية خالد البوهالي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من الحسيمة في المغرب. وأيضا الشكر موصول للدكتور علي حيدر أستاذ الجيوفيزياء في الجامعة الأمريكية، شاركتنا من العاصمة اللبنانية بيروت. إلى هنا تنتهي هذه الساعة من التغطية المواكبة للزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وما تلاه من هزات ارتدادية وما تلاه من حملات استيعاب لهذا الزلزال من عمليات إغاثة وانتشال الضحايا والعالقين. نلقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية. إلى اللقاء.